للحديث أكثر حول تداولات السوق ينضم إلي السيد محمد العمران الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات. أهلا بك معنا أستاذ محمد. ما حدث اليوم من هذه الارتفاعات بال 500 نقطة، يعني هل يمكن اعتبار الخوف والهلع والنزيف والانهيار وما وصف بالسوق بأنه كان مبالغ فيه خلال اليومين الماضيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي حدث جلسة هذا اليوم وأيضا في الجلسات السابقة يوضح يعني كيف المستثمر السعودي يبالغ دائما في الارتفاعات ويبالغ أيضا في الهبوط، ويعني كيف يكون دائما يعني ردود أفعاله دائما مبالغ فيها. في الهبوط نشوف حالة بيع عشوائي، وفي حالة الشراء أيضا نشوف أيضا شراء عشوائي. لا يوجد يعني عقلانية مع الأسف يعني في كل الاتجاهين. ما في شك أن الأسواق العالمية، أسواق النفط، أسواق الدول الناشئة في الأسهم، أسواق العملات أيضا عاشت حالة من الارتباك، حالة من عدم وضوح الرؤية. هذا واضح جدا يعني من تحركات الأسعار عموما. لكن بالنسبة للسوق السعودي حتى لما نقارن بسوق أسواق الخليجية بحكم يعني تشابه الأداء والظروف الاقتصادية والمالية وغيرها، لكن نشوف أيضا نوع من ردود الأفعال القوية جدا كيف بحالة الهبوط، وأيضا الانعكاس اليوم لاحظنا كيف ردة الفعل يعني أيضا قوية. بشكل عام يعني في ارتياح نفسي، يعني في التقاط للأنفاس وتعويض الخسائر، وهذا بالتأكيد إيجابي خلال جلسة هذا اليوم. والإيجابي اليوم للأمانة هو قيم تداولات. بالفعل تجاوزنا يعني 10 مليار و300 اليوم. صحيح، على الرغم أن في مخاوف وفي شح في السيولة والعديد من الأمور، لكن توضح أن في عملية شراء قوية حصلت هذا اليوم، بدليل أن الارتفاعات قوية وتزامنت أيضا مع ضخ سيولة قوية جدا تجاوزت 10 مليارات. نأمل أن تكون فعلا يعني أن تكون هذا هو قاع السوق اللي وصلنا له عند مستوى 6920، وبالتالي عمليات شراء اليوم اقتنصت الأسعار بمستويات جذابة. لكن طبعا أعتقد مسار السوق في الفترة القادمة حيعتمد بشكل كبير على مسارات أيضا أسعار النفط خلال الفترة القادمة، وأيضا على مدى استقرار اقتصادات الدول الناشئة و الاقتصاد العالمي ككل، أن يكون في وضع مستقر يعني حتى نكون مطمئنين أكثر في ظل حالة الـ يعني في أمامنا استحقاقات كبيرة يعني من هنا إلى نهاية السنة، يعني من ضمنها طبعا رفع الفائدة على الدولار الأمريكي، الميزانية الدولة نهاية هذا العام، والعديد من الاستحقاقات اللي أعتقد طيب من المهم متابعتها حتى نكون مطمئنين لمسارات السوق. يمكن تحدثنا عن المستثمر أستاذ محمد، واليوم يمكن سؤال المطروح، يعني إذا أردنا أن نجد المستثمر الرشيد الذي يدخل إلى السوق، نحن نفتقد إلى بعض الأدوات والمؤشرات. يعني اليوم المستثمر فقط عم بيعتمد على مؤشر ارتفع أو هبط على أسعار نفط، عم بيعتمد فقط على سهم ارتفع أو هبط. ألا تعتقد بأنه اليوم أصبح من الملزم أن يكون هناك مؤشرات لبعض البيانات الاقتصادية المهمة التي يجب أن يتبعها المستثمر ليبني قراره الاستثماري عليه؟ يعني مثل ما عم نشوف بالأسواق العالمية تحديدا بأنه البيانات هي جزء أساسي من التوجه إلى الأسواق. بالتأكيد أتفق معك ميسا، يعني السوق السعودي هو يسعى إلى أن يتكامل في أدائه مع الأسواق المتقدمة، ومن أهم جوانب النقص الموجودة في السوق السعودي هو التقارير أو البيانات اللي تفضلت فيها، يعني مثل تقارير نفسيات المستثمرين إن كانت في تفاؤل أو كان تشاؤم، يعني هذه موجودة في الأسواق المتقدمة، لكن مع الأسف نفتقد مثل هذه التقارير في السوق السعودي أو حتى في أسواق المنطقة. ولو أن هناك محاولات خجولة في هذا المجال، لكن بالتأكيد يعني قياس نفسيات المستثمرين من حيث التفاؤل والتشاؤم مهمة جدا جدا، وخصوصا بين المستثمرين المحترفين، مدراء الصناديق، مدراء شركات الاستثمار أو مدراء الشركات عموما الصناعية وغيرها، حتى تعطينا قراءة أولية لمرئياتهم، وعلى ضوءها طبعا يكون أمام المستثمر
خيارات أكبر لما تكون هذه التقارير متاحة أمامه. لكن أعتقد يعني نقطة مهمة، وأعتقد أن هيئة سوق المال يجب أن تفعل مثل يعني هذه التقارير حتى تسعى إلى التكامل مع الأسواق المتقدمة بشكل كبير جدا، يعني حتى تعطي مجالات أكبر أمام المستثمر لاتخاذ القرارات من جوانب عديدة، وليس فقط على الجانب التحليل المالي والتحليل الفني فقط، ويتم إهمال الجانب النفسي اللي أيضا يلعب دور كبير، بدليل أن يعني نشوف كيف الإفراط في التشاؤم والإفراط أيضا صحيح. في التفاؤل في مثل هذه الأوضاع، واللي مع الأسف ميزة، يعني ما أقول ميزة إيجابية لكنها يعني على الأقل يعني سمة تميز السوق السعودي عن بقية أسواق المنطقة وربما بقية الأسواق في العالم. قناتين استثماريتين وحيدتين اليوم أمام المستثمر، الأسهم والعقار، من سيلجأ لمن وعملية تدوير الأموال يعني اليوم؟ هل نتوقع أنه بعد ما وصلت الأسهم لمستويات متدنية جدا أستاذ محمد أن نرى تحويل السيولة من القطاع العقاري في ظل تضخم القطاع العقاري لسوق الأسهم؟ طبعا هذا وارد في حال أن يكون الوضع أو الاقتصاد العام يكون مستقر يعني، لكن طبعا لما نشوف أسعار البترول تهبط بحدة من الطبيعي أن نشوف أن جميع الأصول المرتبطة باقتصاد المملكة زي الأسهم أو العقارات تتأثر سلبا، وعندما نشوف أسعار البترول ترتفع بقوة من الطبيعي أن نشوف انعكاس هذا الارتفاع في أسعار النفط على أسعار الأسهم السعودية وعلى أسعار العقار في السعودية. مسألة التبادل هذه موجودة في حال الاستقرار وحالة الهدوء، نشوف نوعا من الدور التبادلي اللي ممكن يلعبه، لكن على مستوى العالم ككل يعني في حالة الارتباك اللي شفناه خلال الأسابيع الماضية لاحظنا كيف أسعار الأسهم نزلت في العالم، أسعار العملات الدول الناشئة تقريبا نزلت أمام الدولار في الوقت اللي الدولار ضعيف جدا، يعني ثبت أنه يعني هش أمام اليورو اللي يبدو أن اليورو كان في وضع قوي جدا. صحيح. أيضا أسعار السلع الكوموديتيز كانت فيها نزول حاد. أعتقد المنتصر الوحيد في الأزمة العالمية الآن اللي احنا فيها في الأسابيع الماضية هو أسواق السندات العالمية، هي اللي انتصرت بدليل أن العائد انخفض، وهذا يوضح أنها شهدت ارتفاعات قوية. أعتقد السوق السعودي يحتاج إلى تنويع في الأدوات، أعتقد في هناك محاولات لكنها تظل محاولات خجولة جدا للعب دور كبير من قبل سوق السندات في السوق السعودي، وجدت وتم إدراجها في السوق لكن أيضا حجم تداولها ضعيف جدا لا يرقى إلى أن نعتمد عليها بشكل كبير خلال المرحلة القادمة. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد العمري الرئيس التنفيذي لشركة أماكا للاستشارات، كنت معي من الرياض.